أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي في قناة ابتسام المغربية. إذا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة، ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وفي مناظرة جمعت بين الخليل عليه السلام مع من أراد أن ينازع الجليل في إزار العظمة ورداء الكبرياء، فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء. وهذا الملك هو ملك بابل واسمه النمرود، وكان أحد ملوك الدنيا، واستمر ملكه 400 سنة، وكان طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. فالخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها، وهذا دليل على وجود فاعل لذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده، ضرورة عدم قيامها بنفسها، ولا بد من فاعل هذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر. فقول هذا الملك الجاهل أنا أحيي وأميت أنه الفاعل لهذه المشاهدات، فقد كابر وعاند. ثم قال تعالى في سورة البقرة: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم، فإن كنت كما زعمت من أنك الذي يحيي ويميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن لم تفعله فلست كما زعمت وأنت تعلم وكل أحد يعلم أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعزز وأقل من أن تخلق بعوضة أو أن تنتصر عليها. فبين ضلاله وكذبه فيما ادعاه، ولم يبقى للملك النمرود كلام يجيب الخليل به، بل انقطع وسكت، كما قال تعالى في سورة البقرة: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد روي أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يفيدون إليه للميرة، أي أنهم يأتون عنده ليطلبوا الطعام منه. فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، ولم يكن اجتمع به إلا يومئذ، فكانت بينهما هذه المناظرة، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما اقترب إبراهيم عليه السلام من أهله، عمد إلى كتيب من التراب فملأ منه عدليه، والعدلان هما الحمل الذي يحمل على الدابة. فملأ إبراهيم عليه السلام العدلان بالتراب وقال: أشغل أهلي إذ قدمت عليهم. فلما قدم إبراهيم عليه السلام إلى أهله، وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما مليئان طعاما طيبا، فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي أصلحوه، فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به. فعرف آنذاك إبراهيم عليه السلام أنه رزق رزقه الله إياه. وقال زيد بن أسلم أن الله تعالى بعث إلى الملك النمرود ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى عليه، ثم دعاه الثالثة فأبى عليه، وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليه ذبابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس،
وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية. ودخلت واحدة من الباعوض في منخر الملك النمرود فمكثت في منخره 400 سنة عدبه الله تعالى بها، فكان يضرب رأسه بالحديدة في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله تعالى عز وجل. خوتي اخواتي، نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. نتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة عما قريب إن شاء الله. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.